ازيكم يا جدعان، عاملين ايه النهارده؟ اول فيديو كيو ان اي، بس هيبقى زي فلوج كده، كيو ان اي وفلوج في نفس الوقت. بص بقى معايا مين هنا؟ ازي زميلي يا زميلي، الكلام على يا زميلي. فين العربيه اللي هنركبها؟ اهي. ايه ده؟ هي دي يا جدعان، هي دي العربيه اللي احنا هنركبها دلوقتي. طب يلا يلا بينا. انا اكيد. ايوه. ايه يا عم، ما تهزروش. اهي اهي. انت بتتكلم في ايه؟ مش فاهم. ايه يا عم، هنا ايه؟ ايه ده؟ انا بس اقول لك، تعالى تقول لي يا وليد. انت اصلا انت ايه اللي انت بتعمله؟ الكاب. اركب الكاب يا ابني، ما انت قايل البي ام اللي انا الكاب. ايه الفجر؟ ايه الفجر؟ ايه الفجر؟ مش في خط اسود ودي اسود؟ لا، دي سودا ودي بيضة. شوف بقى يعني. لا ارفع البنطلون تحت. انت بتعمل كده؟ ايه ده؟ معلش معلش. ايه؟ بكره تكبر. ايه؟ خد. ايه؟ ده اوبشن كمان. ده في عربية فيها كيس شيبسي. هو احنا معلش معلش معلش. المفروض ان احنا دلوقتي رايحين نادي الطيران نقعد شوية في التكييف وهنشوف الماتش بقى النهارده، واحنا بقى بنشوف الماتش هجاوبكم على الاسئله اللي انتوا بعتها لي على الانستجرام. انا وعصام وليد. يا عصام انت يا اسطى بتشكل ليه؟ لا جاوبني وانا بكلمك. ولا بقول لك ايه، ولا لازم نتعامل مع الماتش كده. نتعامل معاه ازاي كده؟ تعرف تهندل الامور؟ اه هندل الامور. بقول لك ايه، ايه الكلام على ايه؟ ايه ايه؟ عاش يا بنجو، عاش يا ابطال، عاش. تخيل الناس في الاستاد، عاش يا بيرجو عاش، والكل الابطال عاش، يوتيوبر بقدم حقايق، كله مني خايف. الفن اللي بتابع كل فيديو من ترفع الهاشتاج ده، عاش يا بيرجو عاش. واحنا شبه وصلنا النادي وداخلين رايت ناو، شوف الكارنيهات. طيب انا غيرت القميص بتاع التيشيرت اللي انا كنت لابسه لان كان الدنيا حر فشخ، كان محررني، فلبست الاسود بتاعي لان انا بحب الاسود فشخ. عصام هو اللي هيسالني الاسئله بتاعتكم اللي انتوا سالتوني على الانستجرام. بص يعني انت اسالني واحده واحده، قول لي الاسم والا. ميجا علي بتقول لك الميوزيكلي هينتهي امتى؟ ما يعني والله انا لما باجي اعمل رياكت على الميوزيكلي الناس بتقول لي ما بلاش تعمل رياكت على الميوزيكلي، ولما ما بجيش اعمل رياكت على الميوزيكلي الاقي الناس تقول لي هتعمل رياكت على الميوزيكلي. هو انت بتعمل يعني ميوزيكلي؟ انا اي دو ماي بيست بات اي دونت. اعتبرني قلت جمله حلوه. عاش يا بنت عاش. هو الجو حر فشخ. كريم اكوش اكوش عليك اسكت. ايه اسكت؟ بيقول لك ليه ما بتعملش فيديوهات كتير؟ اول سبب ان انا بكسل. تاني سبب ان انا بكسل اكسل. والله لا ما بعملش فيديوهات كتير لان انا ما يعني انا واخد لحد دلوقتي الموضوع اليوتيوب ده ان هو حاجه ترفيهيه ليا انا قبل ما تكون ليكم، فمش واخده كبزنس يعني زي معظم اليوتيوبرز. مش عارف صوت الناس ممكن يكون اعلى مننا بس يعني تعايشوا مع الموضوع. زين، لما حد بينتقد شيء في محتواك عشان تطوره فبتقول تعرف توصل للي انا وصلت له ليه، مع انه ممكن يقول لك كده عشان تتطور؟ ثواني بس، هو اوريدي اللي بيقول لي كده عشان انا اتطور. طب ما انا زي ما انا اهو، انا بقل سبسكرايبرز ولا بزيد؟ بزيد. بزيد. اطور ليه؟ اطور ايه؟ ما هو انا بطور كده كده، وحاجه مثلا الناس ممكن ما تلاحظهاش. يعني مش هطور ان انا ممكن اسيب اليوتيوب مثلا اروح ايه طالع على ان انا اغني، فاهم؟ فاهم. بطور كواليتي، بطور مونتاج، بطور افيهات اللي هو زي يا دكتور الحاجات دي. فهمتك فهمتك. فهو شايف التطور ازاي يعني؟ عشان هو بيتكلم التطور ده تعمل محتوى مختلف، ده هو ده التطور بالنسبه لي. لا ده كده عايز نقع. ايوه، كل ما تنزل فيديو جاي تقول لك انت مش عايز تطور. ما هو ده محتواك بس. حبيبي انا أيوة. انا بعمل فيديو رياكت، انا محتوايا فيديو رياكت. يعني ما ينفعش تروح لمحمد رمضان تقول له اعمل لي اغنيه مع تامر حسني. لا لا، اقول لك ممكن تروح لمحمد رمضان مثلا تقول له ايه خليك زي عمرو مجايف. يعني بالظبط كانك بتروح لممثل تقول له خليك في مجال العربيات وهو انا بتاع رياكت. فاهم حاجه زي ايه؟ اطور ايه؟ باسل وليد في اي بي. ده يتجاوب عليه. بدأت اليوتيوب وانت عندك كام سنه؟ وجات لك من فين فكره انك تعمل فيديوهات على اليوتيوب؟ يا ريت تجاوب على السؤال. على سؤالي انا بدات يوتيوب من 2013. لا مش قلق. في قلق. احنا بنعاكس واحنا بنصور فيديو. انا بدات فيديوهات من 2013 كان مع واحد صاحبي اسمه عمرو جهاد.
بعد كده رحت عامله مع عصام صلاح في 2014. كنت بعمل يوتيوب ده كان اللي هو اي حاجه بسيب عليها الفيديوهات بتاعتي. نزل الفيديو باسم اللي هو باسم الفيديو اللي هو VID0010 ده اسم الفيديو. وكنا بنسمي الاسم الفيديو بالفرانكو وبالفرانكو نورا فجر فجر والله فيها الف كتير اسم. احنا جينا هنا عند كلمه نورا هتلاقي اف ار اي دي وجينا عند نور هتلاقي افرا. السؤال اسف على السؤال انا اللي اسف على اسمك اللي تهان ده. اسف على السؤال بس كام عدد شعر مناخيرك؟ بص هي عجيبه سؤال عجيب. انت عايزه ايه؟ طيب هو احنا قلنا نغير المكان فهنقعد هنا بس. هو انت ليه متوحد؟ انا تعالى بس تعالى. بتتابع مين على اليوتيوب؟ بتتابع مين؟ احمد حسن وزين جون فشخ. طب احمد نجم؟ احمد نجم؟ لا احمد نجم ميم لورد قامت قطن دانك ميمز بقى دانك ميمز ايرونيك هناك ترول جدا. مهاب شادي اللي بيشتم في فيديوهاته عنده سكر مالناش دعوه. معاذ 595 يا معاذ انت ليه كسول فشخ كده؟ انت ناسي ان احنا موجودين ولا ايه؟ فوق يا عم انت من غيرنا ولا تسوى. هو ما قالش كده والله. ايه يا معاذ 59 اهو بيهزر بترول. بص يا معاذ والله وانا انا كنت في تربيه عسكريه دي عادتني اسبوعين. بص ازيك؟ طب سلم. طيب انا يوتيوبر على فكره. انت بتحب مين على اليوتيوب؟ انا بحب نادر احمد وشادي سرور. نادر احمد وشادي سرور ده تحت ده لون. بتحب مين؟ شادي سرور ده فوق. بتحب نادر احمد وشادي سرور؟ فانز ما شاء الله يعني حبيبي. احنا بنترول. احمد بيقول لك جبت كام في الثانويه؟ 60. بحب اللوبيا. بغض النظر ان انا بكره اي حد بيحب اللوبيا البيضه بالذات. الجمله وقفت في ذوقي. هي اسمها لوبيا بيضه ولا فاصوليا بيضه؟ لوبيا بيضه. اسمها لوبيا بس مفيش حاجه اسمها لوبيا بس مفيش لوبيا لون تاني. فاصوليا بيضه. انا عامه بكره اللوبيا والفاصوليا البيضه. جبت كام في الثانويه العامه؟ جبت 60%. نور اي مصر. بص انا مش هسال بس عايز اقول لك انك شخص ناجح ومحترم ومحبوب جدا وانا بحبك فشخ وان شاء الله توصل لهدفك. صح؟ بنحبك يا نور. شادي صابر انت ليه فيديوهاتك بتتاخر وقصيره فشخ؟ الواحد ما بيشبعش منك ومن ضحكك يا جدع. بص يا شادي انا فيديوهاتي قصيره ليه؟ لان انا الماتيريال بتاعتي بتخلص بسرعه للاسف. ف بس ما بعرفش اعمل ايه تاني. الفيديو بيبقى خلص او الفيديوهات الحلوه بتخلص بسرعه. احمد عاطف 9. الفرق بين الميمز والكوميك؟ الكوميكس هي ان انت بتعمل زي نكتة حاجة تضحك من قفشات افلام مسرح مصر. حاجة مشهورة وسط الناس. الميمز هي ان انت تصور اي حد حتى لو صاحبك عامل رياكشن كده وتكتب لما عمك يجي من السفر ويقول لك عامل ايه. السؤال الجاي ده انا كنت عايز اسأله لك فعلا. ايه؟ فعلا اسمه توتي العص ايه؟ توتي السقة. ليه دايما بيخلوك اول حلقه في اي برنامج جديد على اليوتيوب مع انك مش اشهرهم بس الصراحه انت تستاهل ده؟ ليه بقى بيخلوك اول حلقه في البرنامج؟ نفسي اعرف السبب والله. انا نفسي ممكن اجاوب. انا نفسي اعرف. عشان برجو عنده نص مليون و10 تلاف. قالها. لا هو والله عشان عارف ليه وشي حلو فتحه خير. السؤال من برجو لافرز. طيب. كل اللي عايز اقوله اني فخور جدا اني بتابع حضرتك شايف العظمه وانك موهوب جدا في المحتوى اللي بتقدمه وعاشي ابطال. لا مالكش عاش يا بينجو عاشي ابطال يعني. عاشي ابطال والله مش بس ما تقولش حضرتك تواضع. صح. يلا يا فندم الابطال. الفرق ما بين الابطال وبين الاطفال. واي بدوي 74. ليه بتخلينا ندوس لايك بمناخيرنا؟ لان انتوا متميزين يا جدعان. لازم نعمل حاجه متميزه. ما هتدوس لايك بايدك كده زي انسان. طب انت نورمي ولا ايه؟
جامده جامده جامده. معاذ ابو حلاوه. اه معاذ ابو حلاوه. ابو حلاوه يا جاي. ابو حلاوه يا جامي. ايه يا صاحبي؟ لو قاعد وسط ناس مهمه والكرسي اتحرك وعمل صوت بتوضح ازاي ان الصوت كان من الكرسي مش منك؟ منك بقعد اعمل كده. والله الكرسي والله والله الكرسي والله. سهيلة منصور 78. ليه بتتعمد تظهر بشخصية في الفيديوهات غير شخصيتك الحقيقية؟ والكلام ده مش من عندي بس مهاب والنجم بيقولوا كده. طيب حلو السؤال ده فشل. انا دلوقتي الطبيعة بس في فيديوهات فعلا بتعمد ان انا اظهر احترام اكتر، اظهر وقار اكتر. ده لان قول لي ده للابطال فن الناس بتوعك. ايوه يا صاحبي. ده لان انا بحترم الناس اللي بتشوفني، ببقى عارف ان انا امي وابويا بيشوفوا الفيديو فبحترم ده. مفيش اسئله الصراحه، بس انت شخص عظيم وانا فرحان اني عرفاك من ال 10000. ربنا معاك وعبال مليون مليون ومليون. ايوه سنه. ايوه ايوه يا صاحبي. السؤال من الهبيت. الهبيت نازل يهبي يقول لك هو ليه معظم الفيديوهات بتاعتك من فيديوهات تانية انت لازم تعمل فلوجز؟ اهبد 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 اهبد. ما ده فلوج اهو اهو ده فلوج يا هبيد. بس فلوج اسئلة. ايه عندي اخر سؤال انا عايز اقول. قول يا صح. انت ليه برجو؟ والله انت ليه برجو؟ دارين تقول لك انت ليه برجو؟ انا عايز افهم انت ليه؟ ها؟ قلت عليا. هو احنا المفروض نعمل ايه دلوقتي يا ابني؟ اهدى بقى. هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا عايزين نعمل. طب هناكل هناكل هنا من النادي. تعال تعال اوريكم ان منظر الناس في الماتشات عامله ازاي. تعال بصوا منظر الماتش. كل دول بيتفرجوا على الماتش، كل الناس هنا بتتفرج على الماتش. عارف انت الناس اللي هو ماتش مصر واوغندا، هتشجع مين النهارده؟ هشجع اوغندا عشان انا جوي اشطحهم. عاش. ايوه يا سبيرتو. ايوه يا سبيرتو. مش انا اتشهرت يا باشا، اتكبر براحتي خلاص. استنى خش عليا يا سبيرتو. ايه ده ايه ده ايه ده في ايه ده ايه ده؟ يا جماعه بيتصوروا مع بلدي. انا عارف. لا بلدي اعمل لايك من اخيرك. ايه؟ اعمل لايك من اخيرك. بص هقف وسط الناس وهعمل الصوت ده. تمام؟ هتعملها انت؟ انا بحب القلق. طيب يلا وانت ماشي امشي وانا ماشي وراك. يلا يلا. انا جاي امبارح يا اسطى قاعد مش عارف ايه اللي حصل. طب يا جدعان كده احنا هنا الفلوج مع الناس اللي انا لسه عارفها من النادي دي. 10 رجاله قول 10 ابطال. 10 ابطال. نشوفكم في فلوج جديد وكيو اند ايه. مع السلامه. مع السلامه يا جدعان. مو يا رجاله برعايه الله. We'll be right back.